اهلا وسهلا ومرحبا. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لا سونتي، المورال، لو طرافاي، ولا راه يقرا لي زيتيد ديالو. المهم تكونوا تري تري بيان. بروميرمون بالنسبه للذباب نقول لهم بلا ما تسطعوا راسكم، هكذا باش كدافعوا دابا. الذباب ديال الخراقير دخلوا عندي في الواتساب، دخلوا في فيسبوك، في يوتيوب، هاك تضيعوا وقتكم، ما كدافعوا على شي حاجه، كدافعوا على البرد. دابا المغرب راه الصحراء ديالو، مشكل الصحراء انتهى. لو بروبليم دي ساغا سي فيني، سي كلوتوري. وقتاش عرفتي كلوتوري؟ صافي 47 47 عام، 47 عام. شكرا 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 على التفاعل، شكرا على التشجيع، وشكرا على التفاعل في الفيديو الاخر، لا ديرنيير فيديو. شي كيجي سبونطاني، غير ني بروغرامي على افونس. هادشي مقادو هادشي، دونك غير ني بروغرامي على افونس. كنهضرو صافي، موضوع جبد الموضوع. وتحية ليكم وفين ما كنتو صراحة. المهم المغاربة اليوم راه كيعرفو المصلحة ديالهم، وكيعرفو شكون هو العدو ديالهم. نرجعو المشكل ديال الصاغة اللي الجزائريين باغيين يتسطاو باش يحيدوها، ماشي الحكومة. الحكومة لو غوفيرنمون، لو ريجيم، الكبرانات، الشعب. دابا الشعب ربى الكبدة، الشعب الجزائري ربى الكبدة على أنه يشوف المغاربة يعانون، يعانون ومقهورون، فهمتي. الجزائر ما كتساند حتى حاجة، شادة في فلسطين ولاصقتها مع بوليزاريو، باش الشعب دوخ الشعب تبان لهم نفس القضية، وكتدخلها بالقضية ديالها، كتقول لهم، كتلعبهم على المشاعر، كتقول لهم بحال أنا اللي حارت 130 عام باش خديت الاستقلال، ويا مازال ما خداش الاستقلال. هما كيشريو دابا دولة كتشري الوجود ديالها، ليكزيستونس دو لالجيري اي اشوتي باغ لي غروند بويسونس. تعطي لهدا وتعطي لهدا وتعطي لهدا باش تبقى الوجود. سي لالجيري يافي با ان لالجيري، لو بيترول لو غاز، لالجيري اوري ديجا ديسباري. كما كاش بترول والغاز في الجزائر، كرة اختفت الجزائر، لم يكن لها وجود ولم يعد لها وجود. tout le monde protège l'Algérie parce qu'elle en tire profit. tout le monde pas seulement la France. عدة دول تحمي هذا النظام، انك تجبد منه اللي بغات. الشعب ديالهم ما عارفش. انا بغيت غير نعرف لماذا الشعب يتساءل عن حياة المغاربة وكيفاش عايشين المغاربة، ولا يتساءل عن تعاسته وسبب تعاسته. moi je me demande, je me pose toujours la question, pourquoi les Algériens sont tellement concernés, impliqués, intéressés dans la vie quotidienne des Marocains et dans leur manière de vivre et la relation avec leur roi, alors qu'ils oublient leur malheur, hein, leur vie dramatique dans un pays qui paye le monde entier pour sauvegarder son régime. كما قالت البارح هذيك، ولا البارح ديك الصحفيه على السيسي اللي ما بغاش يجي للقمه العربيه، ودخلت هذيك الزرقاء ولا ما صدقش، ديك اللي دايره شيمي كولور شعرها، وشات وتوات معاه على 500 سنة. ماشي حنا اللي قلناها؟ ان دومي مليار دورو باش يجي غير يحضر بوغ اتر انفيتي. ان دومي مليار دورو، un demi milliard d'euros, c'est quand même un prix, hein. un demi milliard d'euros. باش حضر، علاش ما كيتسالوش على هذا الشيء؟ هذا ماشي حنا اللي قلناها. هاد سمع سأل عنها اللي كانت قاعدة ورا السيسي، اللي قوم الحرس الخاص بتاعه، وكان قاعد المنسى بقى وهو منشكح وهي تسقف كانت في القمة في هاد الدرنير
هاد لا ديغنيغ غينيو ديال المناخ بركا حداه ديغيغ لو يحيد لي كارت كور ديالو وهي اللي ريحت حداه اللي تاسي جوست ا سي كوتي ها الى ديسبونسي سي كارت كور قال لهم الي فوزون خلاها هي تبرك حداه ورا السيسي الا اول ما الحرس الخاص بتاعو وكان قاعد المنسى بقى وهو منشكح وهي تسقف له وقصه حب مرفت وعلاء مش دي اللي هتبقى خليفة هلولة في الملعب مش دي سعيدة نغزة اللي هي سيدة الأعمال الجزائرية هي ديك أكوتي لا بلوند لا فوس بلوند مش انت كنت اعتذرت عن ان انت تروح الجزائر وهي اللي توسطت مع الجزائر ان هم يدفعوا لك نص مليار دولار علشان خاطر ترضى تروح وان انت خدتهم علشان برضو هتضخهم في مؤتمر شرم الشيخ اللي مطلع وزير الماليه الكذاب النجس اللي بقول له يبطل كذب بطل ما طلع له بملفه الوسخ بتقول ان ما اتدفعش ده اتدفع لحد دلوقتي 16 مليار كانوا لسه 15 في الفيديو اللي فات دلوقتي بقوا 16 مليار جنيه مصروفين على شرم الشيخ والنص مليار دولار اللي انت واخدهم من الجزائر بعد ما كنت اعتذرت عن ان انت تروح للمؤتمر القمه وهي اللي متوسطه لك تاخدهم بقيت فرقت ايه انت عن المونس اللي بتروح للبيوت باجر دلوقتي ما بقتش تروح تحضر قمة عربية ولا تجمعات إلا لما بيدفع لك طيب مش هي دي اللي عملت الديل مع الجزائر تعالى بقى إيه للموزة اللي الناس بتتسأل عنها اللي كانت قاعدة إيه ورا السيسي اللي قوم الحرس الخاص بتاعه وكان قاعد الموزة بقى وهو منشكح وهي هذه غيان باش pour acheter l'image, pour acheter rien que pour acheter l'image, rien que pour acheter l'image. Rien min ajl باش يشري واحد الصوره على ان القمه العربيه ناجحه انها فعلا قوه ضاربه عطاهم الفلوس ما عساك شحال كيعطيو الفلوس باش يدمروا المغرب هذه غير باش يحضر السيسي ان دومي مليار ان دومي مليار باش يحضر السيسي ان دومي مليار توت لا بريس الجيريان عارفه هذه الهيستوار ما يقدروش يدويو ان دومي مليار ردوا بالكم هاد لي فوتو هادو 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 ذباب هادو ذباب دو بروفوكاسيون كيلبسوا هذاك التوني ديال المغرب ما جاي معاهم ما والو داك الديكور كي داير مزاحم واش كي داير شوف هات ماركارت شوف شو كمامر كي دايرين شوف هادو لابسين التوني ديال الزليج هما ما يعرفوش تركبوه دونك ان دومي مليار كو لالجيري راه كان كان كنحذف تقريبا 100 ذباب في النهار والله ينقسم 100 فوق اكثر من 100 ديال الذباب ديال ماشي ذباب هما دي زالجيريان دي زالجيريان اللي خليني من الذباب هادو دي زالجيريان اللي عندهم اللي ما يقدروش يواجهوك وكيديروا هاد اللعبه باش يواجهوك بوان سيتو ما كاينش موجودين هنا حتى شوف هنا شوف هنا شو لي زيغار كي دايرين هذا هذا كيقول لك فطور شو تستي اللي غيتسطاو على المغرب شتي كيقول لك فطور جزائري فطور جزائري حاجه الكاس ديال البوله كاين غير عندنا حنا ها هو داك الكاس وكذلك القرعه ديال سيدي علي ها هي دي القرعه سيدي علي اكوتي قرعه سيدي علي ان بين قرعه سيدي علي شتيها لا بوتي دو سيدي علي ها كيقول لك دايرين لك بوتي ديجوني صباحكم جميل فطور جزائري رائع وزليج جزائري رائع زليج جزائري زعما حاسبين راسهم يبروفوكيونا نتنرفاو يقولوا زليج جزائري راه الجزائر كلها مزلجه كاع ما محتاجه دير الزليج كلشي مزلج كلشي مزلج علاش باغي دير الزليج الزليج راه كيتمشى حداك يا 40 مليون دو زليج 40 مليون مزلجه عاد كتقول لي فطور جزائري وجليج فطور صباحكم جاي فطور جزائري وزليج جزائري اي كو فون لي ماروكان شي فو ها اش كيديروا المغاربه عندكم
دو توت فاسون بالنسبه لينا هنايا ما بقاوش غير نهضروا على الصحراء. المشكل ديال الصحراء سي كلوتوري، نشوفوا المشاكل ديالنا لداخل. اون سي كو لاجيري الي على فو دي سي زونتراي باش تعكس المغرب. اون سي لاجيري سي ريفي ديغيغمون، الجزائر فاقت عليه مات الاخرى فاقت. وكنا نقول لها تقريبا 3 زون 4 هادي 3 زون، قلنا لك الجزائر الى طاح البترول راها كتغبر، والغاز الى طلع البترول راها كتبان، فهمتي؟ بحال داك المشتاق الى فاق حالو صعيب، غير كيدير شويه فلوس خرج يفرعن في الدرب، ولا يخرج يعيق على الدراري في الدرب، ولا يخرج يعيق. هذه هي قضيه الجيري. الجيري غير زاد الغاز والبترول كتنوض للمغرب، ما كديش حاجه اخرى، بغيت نوض للمغرب. انا شويه ديك اللعبه ديال تونس 300 مليون بصح انا ضد المغرب، عطاو لفلسطين 100 مليون ضد المغرب باش يبانوا انهم يسادوا فلسطين. صار بحال هذاك اللي ضرب لها عنده شويه ديال الدراهم ويمشي لشي عرس في الزرقاء ويبقى ما يعرف مولين العرس، بقى يخسر يجبد في الفلوس. راه عندي بحال هذاك التبراح ديال الجزائر ديال الواي واي، 1 مليون 3 مليون الجزائر كتبرح بالفلوس، كتبرح بالفلوس باش تستعرض على انها راه لاباس عليها. شعب مقهور، ها السكاتة الوحيدة ديال الجزائريين هي دير ليه المروك هنايا، مروك مروك مروك، تعطيه الرضاعة تاع المروك، مروك 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 مروك. دابا ولاو كيبيعو داك كوجاك سيسات، ولا كيبيعوها مروك، كيشدها بقا يدير مروك مروك مروك. كوجاك ولات مروك، كيمصو مروك ليل ونهار، والدراري الصغار كيديرهم الرضاعة لهايا مروك، هادي باش يكرميوهم. كتشوف المداخلات كتضرب واحد الفواياج، واحد البلوتي فواياج، واحد لا تورني كتبغي ديرها على القنوات الاجنبيه، وكتلقى برامج مديوره وكيدخلوا جزائريين وكيهضروا على الصحراء. كيقول هي اخي يا اخي، واسبانيا خرجت، وعلاش المغرب خدا ديك الصحراء، ولا الصحراء تاعو علاش قسمها مع موريتانيا ومن بعد خداها. ما عارفين والو مساكن، راه قلت لك كلشي مزلج، كلشي زلج، ما عارفينش باللي محكمة الله هي اللي حكمت، راه ماشي المغرب اللي قسم مع موريتانيا يرجعوا ولكن مزلجين عاد كيهضروا على الزليج. علاش بقاو يديروا بالزليج؟ هما راهم زليج، هما راهم كارلاج، هما راهم فايونس كولي سيغ لو تيريتوار. الا درتي هكذا واحد ليتود ابروفوندي ودير واحد نظره لداخل التيريتوار الجزائري، كيبان لك كلشي مزلج. يا با تسيرفو، يا با تسيرفو كي ريفليشيس، كايناش. إذن كيقول لي علاش قسمها وفهمناهم شحال من مرة، باسكو إن نوفال با أكسبتي لا فيغيتي، إن نوفال ميم با لا شيرشي، ما باغيينش يقبلوا الحقيقة وما باغيينش يقلبوها. هاد البروبليم ديال المغرب ومشاكس المغرب معاكس المغرب، ولات عندهم إن دروغ، ولات عندهم إن دروغ أبسوليمون obligatoire doit être présente à chaque seconde. هذا هو دابا ان دروغ، حتى اللي معوز اللي هو مواصل على الدس على الزليج، حتى اللي على الزليج حتى هو مروك. alors que le Sahara c'était le tribunal de la Haye اللي عطى ان بارتي ديال موريتانيا. Il s'est basé sur des éléments libanais et en Mauritanie, ou à ta une partie le Maghreb. Yak. Ou le temps d'un résumé, il y a un autre histoire que معروف ماشي انا اللي خرجته. هذا التاريخ ريسون، هذا التاريخ ريسون ماشي قديم. اي ابري 75 قلب لو برومي جوجمون ديال الله. بعدا اول حاجه بعدا نهار اللي المغرب مشى للمحكمه الله هاي، نهار اللي مشى للمغرب اول مره مشى الله هاي، المغرب تفاجئ لقى الجزائر والمحامون ديال الجزائر والوفد الجزائري في لاهاي كاين تماك، كاين في لاهاي، ومع من؟ ومع لو كوتي ديال الوفد الاسباني، وقف مع الاسبانيين. سل الجزائريين كانوا يتمنون ان اسبانيا ما تخرجش كما يتمنوا ما تخرجش من سبتهم ليليا، كانوا يتمنوا ان اسبانيا ما تخرجش من الصحراء. هذا هو لو فو ديالهم، لو ديزير ديالهم، ان دابا ما كرهوش ترجع اسبانيا. الجزائر ما كرهتش، ما شتو شنو دارت، شتو شنو دارت الاسبانيا الوقت اللي اسبانيا اعترفت بالسياده الاراضي الصحراويه المغربيه. انا سا سوفا دونك
ولكن حنا مزيان لينا هذا الشيء. حنا المشكله اللي كلوتوري ولكن نهضروا عليه باش هما راه متبعيننا باش توصلهم البروسه تبروسي لهم داك الزليج اللي راه كحل بالوسخ. دونك محكمه لها عطات ان بارتي المغرب ان بارتي الجيري على دي زيليمون سي بازي سير دي زيليمون يا بوكو دي ليمون. المهم المغرب ما قال والو. المغرب واخذ المنطقه ديالو البوليزاريو اللي هو الجزائر واتباع الجزائر اللي جايين بالفلوس اللي جايين بالمليار كونوا واحد الكلون ميليتار بمعنى الكلمه مجهز هنا حتى لهنا مجهز ميليتارمون السلاح اللي ما كانش عند المغرب اللي مازال ما دخلش لافريقيا دخل عند العرب دخل عندهم هما ودوك يحاربوا في المغرب. موريتانيا حقروا عليها كانوا كيدخلوا عليها داخلين خارجين يقتلوا يديروا دونك لا بريسيون على مختار ولد الداده جو بونس تيندوف واحد اللقاء بالشار هما كيقولوا تيندوف ولكن كان هو سميتو لقاء بالشار جو مو سوفيان بيان هذه القضيه ديال لقاء بالشار لان كنت متبع الاحداث وعرفت باللي غادي يديروا عليه بريسيون وعرفت هضرت وكنت في الدار وقلت لهم اودي قدافي وبخروبا غادي يقجوا مختار ولد الداده وغادي يهدوه وفعلا هدوه لان من بعد ما تحيد من الحوك وهذا وكان لقاء مع احمد منصور اعترف على انه هدوه باش يقتلوه يقتلوا العائله ديالو يحرقوا به نواكشوط ونسحب جا راك عارف شكون اللي جا داروا انقلاب تسمى انقلاب ورا انسحب وسلموا المنطقه اللي كانت شادها موريتانيا الجزائر ماشي البوليزاريو. البوليزاريو هنا كنقول لكم بوليزاريو راه ما كاينش راه الجزائر بوليزاريو سي كي دي الجيريان كو دي ميليتار الجيريان اي دي ميليس اي دي مارسونار اشوتي باغ الجيري بغاو يريكيبيريو هذاك لو سون المغرب مشاو ولكن المغرب بفضل الله وفضل الحنكه ديال 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 القوات المسلحه المغربيه والايمان بالقضيه انها مغربيه كذلك الحنكه والفطنه ديال الحسن الثاني الله يرحمه ويقال انه هو من عطاهم الطريقه وكذا وكذا واش استرجعوها المغرب استرجع اقليم الذهب اقليم اللي كان شاداه موريتانيا بالقوه قوة النار قوة السلاح فين كانت الجزائر يقولها عظمى ومعها أنغولا وفنزويلا وشيلي وبيرو وجنوب إفريقيا وليبيا وحتى مصر جو نقلبوا لداخل لقاو حتى مصر دونك خداوها بالقوة ولكن ما قدروش المواجهه المباشره ولاو كيديروا حرب العصابات يدخلوا يقتلوا ويديروا المغرب دار الجدار زمط البط دار الجدار الصحراء اليوم حشومه كاع نقولوا عليها صحراء نقولوها اقاليم مغربيه ساحليه جنوبيه على المحيط على الاطلنطيك تيك تيك لو مانيفيك لو استراتيجيك لو ماجيك ايوا اليوم اللي الجزائريه فين ما كان شي ندوه كان شي صحافي كيهضر كيعيطوا كيدويو حتى ولاو دابا اليوم تصور واحد القضيه خلال الحسن الثاني الكلمه الزوينه اللي قالها لقد انكشف الغطاء فاش كيقول ديك الجمله الشهيره ديالو المغاربه اليوم كاع ولاو رطوا ليها البال والحمد لله اللي قال لا نريد من مؤتمر كولومبو ان يعترف بصحرائنا بل نريد أن يعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار واليوم الحمد لله فقد انكشف الغطاء وبانت النوايا وظهرت النوايا المهم النوايا بانت والغطاء انكشف الجزائر كانت باغا دير عصفورين بحجارة ضعف المغرب تقسم المغرب وتاخذ هي الصدارة في إفريقيا حلم الزبال عرفتوا القصة ديال حلم الزبال حلم الزبال ولا ما عرفتوش حلم الزبال هو داك اللي كان كيجمع لي بوور لي باليور واحد الوقت طلع عليه الدم وبقى كيقول لك انايا ما خدمش برك بقى كيحلم بقى عايش غير في الاحلام حدا الطارو ديال الزبل وباقي كيبقاش كيخدم ديما يجي تما وكيبقى يحلم حتى ولاو كيلوحوا عليه الزبل
كيطيح كيعمر الطارو كيتلاه عليه، هذه هي الجزائر، ولا كيتلاه عليها الزبل ديال العالم كامل، حتى ان العالم كله ولا كيقول وما دخل الجزائر في الصحراء، وما منين نفريد هاد الصحراء هذه ما كانش عندها مولاها وخداها المغرب، كما كانت كتسمى اوكسيدونتال الصحراء الغربيه. الناس ماشي حنا، حنا خلينا حنا مغاربه، دابا تولي الموند اونتي، دابا العالم كله تفطن لهاد القضيه، يقول وما دخل الجزائر وانت مالك بحال اللي قلت لكم هادو مالهم، ومالهم هادو، هادو مالهم، هادو ومالهم، مالهم 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 هادو مالهم. ولكن الجزائري اللي مغلوب في الامر ديالو وما كيعيش في بلادو وكيعيش بالمساعدات الانسانيه والاجتماعيه، كيعيش بليزاد ايمانيتير لو سوسيال دو لوروب، هو اللي كيعايرنا ويسبنا. اما انا راه كنهضر معاك من الدار ديالي، هذه غير كيما نقولوا حنا في وجدة غير قبه ديالي، هذه ماشي الدار ديال العائله، كنهضر معاك معاها فهمتي، غير قبه، واللي كيعرفوني عارف اني هاد الدار هذه هذه قبه من القبب. راه وجدها المصطلح ديال القبه في الجزائر، لما عندك قبه في وجده، لما عندك قبه في وجده مع الصحاب ما تبقاش تضر. اذا انت في هولندا داير فو كونت كتدخل تسبني، الاخر في المانيا، والاخر جي لي زي توس ريبيري فهمتي، هما كاع ولاد الحدود، لان قرحه شادهم. حتى علاش كيشوفوا المغرب كيفاش راه غادي، ومتبعين الاعلام المغربي، هما متبعين المغرب اكثر من المغاربه، خاص تعرف هاد القضيه، هما كيتبعوا دوزام، نسبه المشاهده لدوزام من الجزائر اكثر من المغرب، بالخصوص عهد شوميسا وعهد هما اللي كيتبعوا. هما صراحه صراحه الثقافه المغربيه غلبت عليهم، احتلتهم، احتلتهم، احتلهم التراث المغربي والثقافه المغربيه، وبغاو ياخذوا الهويه المغربيه، ولكن ما جاتش معاهم، لانهم هما كثروا من الزليج، مزلجين كاملين. المغربي كيعرف فين يحط الزليج، مدروس، عنده الهندسه فين يحط الزليج، هو عنده غير سمع بالزليج بدا كيطلص في الزليج، حتى ولاو مطلصين حتى هما ولاو زليج. هذا واقع. انا جو نو في كو ريبورتي سو كو جو كوني، ما جو ني ريان اكري. الصحراء المغربيه درتها لالجيري غير ان بريتكست بور اكلاتي لو رويوم، باش تفرقع المملكه، ما تخليش المملكه حداها. لو كان كان المغرب مسخ، بلاد مسخه شيوعيه بحالهم، يقول خذ الصحراء ونزيدوك مالي ونزيدوك، يعطيو ليه كل شيء. وكان يقولوها لي انا في الجزائر، يقول كون كنتو جمهوريه كاع ما نهضروا معكم على الصحراء. سا سي دي غون كي مديزي سا الكبار. راه لا بروف راه قدامك، لا بروف قدامك، بالنسبه للدول اللي يدخل يهضر معايا، لا بروف راه قدامك. الجزائر ما كتعاون حتى شي دوله فقيره، الجزائر ما كنسمعوش بها بحال قطر والسعوديه والامارات، كنسمعوش بالعمليات الخيريه اللي كيديروا في افريقيا وكيديروا في اسيا، في الفيضانات وفي الايغور وفي في كشمير. الدول العربيه اللي عندها فلوس راه كتدخل، السعوديه كيدخلوا كيديروا عمليات، الجزائر ما كدير حتى خير. الجزائر غنيه بالبترول، ولكن علاش ما تقدرش دير خير؟ ما كيشيطولهاش الفلوس، الله يحسن العون. خصها تعطي لفرنسا، خصها تعطي لروسيا، خصها تعطي لاسبانيا، خصها تعطي للانجليز، خصها تعطي للامريكان. خصها تعرف هاد القضيه، لالجيري باي تو الموند، ولكن يبان لهم راني غير نخربق، ولكن هذا هو واقع. لالجيري كتدي الفتوه، كتعطي الفلوس. شوف الا بقينا نناقشوا معاهم يجرونا المناقشات ستيريل الخاويه الفارغه، اكسبليكي يديروها، ولو يقول لك العماريه ماشي مغربيه البراد ماشي مغربي، حتى انا ماشي مغربي، الحسن الثاني ومحمد السادس ومحمد الخامس ماشي مغربي مساكن انا بحال ما كنعرفوش الاعراس الجزائريين، ها كنعرفوش العرس ديال الجزائر، ما كنعرفوش نفسر لهم بعدا هاد القضيه ديال الجزائر بوركوا لي اكزيست توجور، واللي فاضحين لنا الثوره الثوره وتحررنا والثوره الثوره. هنا
المغرب ما كيقولوا لا ثوره لا والو، ثوره الملك والشعب وصافي، وفينين فرنسا مشات بقاوش هنا. حنا ما كندير لك الذكرى داك صداعات الراس والاعلام وقاسمان وموضي الهيلالا، عايشين غير بالهيلالا ورباي الهلا. الثوره راه لا فوت ديال لي ماروكان الصراحه، اي ان بوليتي سيرتو لي ماروكان. لي ماروكان مساكن على نيتهم، لان المغاربه هما اللي كانوا عازين العز ديال العرب وديال المسلمين، اليوم اللي كتسبوهم تعيروهم المغاربه هما اللي كانوا هازين الرايه ديال الاسلام، ماشي تبونوا العائله ديالهم اللي حنا نشرنا الاسلام في افريقيا. المغاربه هما اللي شوف، سير عند اي سنغالي، عند اي غينيا بيركينابي، يقول لك عندهم واحد، عند الزوايا ديالهم مغربيه. كنهضر خويا ونمشيو شويه الجزائر، الزوايا كلها مغربيه. ها الزاويه ديال المدلسي، الزاويه ديال البوديلي، ها الزاويه ديال المقري، الزاويه ديال الطلبي، الزاويه ديال ساري، هادو الزوايا. ولا ما كتعرفهمش الحكومه، ما كيعرفهمش النظام الجزائري فين كاين، انا نعطيهم الموقع فين كاين. الزوايا كاينه، السليمانيين، ها احفاد الادارسه فين كاين المقر ديالهم؟ يكفي عين الحوت في تلمسان، عين الحوت منطقه منسيه الزاويه. هناك مقابر ديال السليمانيين في وهران، وكاينه زاويه ديال السليمانيين ديال سليمان في وهران، وكيهملوها. وبعض المرات راه بوتفليقه دار واحد المحاوله، بدا كيصوب يقول لهم انا من الشرفاء. بوتفليقه بغى يولي من الشرفاء من الادارسه، وطلق الصحافه وكلشي، سا با مارشي، لان هاد لا فامي، هاد العرق ديال السليمانيين موجود باغتو في العالم، كيدافع على السليمانيين اللي هما مغاربه، وكيامنوا بحفيظ، وكيامنوا بالخوت، وكيامنوا بمولاي ادريس الاكبر، وكيامنوا بهذا الشيء، وكيعرفوا راسهم مغاربه. الزوايا ديال الدين الاسلامي اللي كان هزو، كانوا هزينو المغاربه، واللي دخلوا العرب المسلمين لاوروبا هما المغاربه، وخلصوها غاليه، خلصوها غاليه. المغرب كله مشى للمغاربه حروب الاسترداد، كلهم مشى للمغرب، ما كانش اللي يعاون المغرب، ما كانش اللي يعاون المغرب. واليوم تجي دولة وحيدة في العالم، والشعب وحيد في العالم، دولة وحيدة في العالم بما يسمى بدولة، لأن في الحقيقة كي تشوف هاد الجيران هادو يتصرفوا بحال هكذا، كيقول جيب لك بالك أنها ماشي دولة، دولة التي لا تهتم بشؤونها 99% و 1% بالشؤون الخارجية، ماشي دولة. الدولة اللي عندها 99% عايشة لتخريب إفريقيا، و 1% عايشة لشعبها، عايشة للشعب ديالها 1% و 99% بوغ ليكستيريور. الصورة كتلعب غير على ليماج، غير على ليماج. قال لك يا المزوق من برا، أشحالك من الداخل. هادي حالة الجزائر. هادي كاع ما نعاودو عليها العشاء في الشيراطون فورا. العشاء هو كتبان لي الشيراطون، راه الشيراطون حنا كنقصرو فيه نشربو فيه قهوة وعندنا هنا، راه هي اون فاس دو موا الشيراطون، راه عندي ميم با 5 مينيت راني في الشيراطون. شنو الشيراطون؟ تخلعنا الشيراطون. هو قال لهم فورا الشيراطون فورا، باش ما يدوروش يشوفوا تبارك الله ما شاء الله الزناقي، ويشوفوا الناس من تما كيطيرو بهم الشيراطون. ها هو مشاو يديروا الكوب ديال مصر اللي كاين في مصر، العشاء في الشيراطون فورا. هذا رئيس، هذا كيجددوا لنا. اما في الكوب ديال مصر ديال المناخ، شكون اللي كيدير لهم الماكله ويطيب ليهم ويدير لهم؟ خاصو قهوه. المغاربه رحال، تحيه للرحال. رحال هو اللي كيسربي لهم دابا الماكله واتاي والماكله. لا كوب دي موند، ها لا كوب دي موند، الماكله ديال المغرب، الحراسة ديال المغرب، لي ستادي ديال المغرب، الأمن الداخلي والخارجي ديال المغرب، لا كوب دي موند، لا كوب دي موند، ديك القنبولة ديال الذهب مسوق مناقشها مغربي، المغرب كاين في لا كوب دي موند. شنو بغيتي؟ الجهاز الفني والتمثيل الفني رضوان المغرب، لا كوب دي موند ديال قطر، مغربية منظمة في قطر، نوتين مور، ريان دو بلوس. عيطوا للجيري زليش مساكن مشتاقين بالزليش. زليش
دولة الزليج، غنسميوها دولة الزليج، دولة الزليج هي هاد كتجي معاهم مزيانة دولة الزليج. إذا حنا أوني أون تخان ديكسبليكي، وهذا هذا هذا هو هذا البركاني هذا، هذا غير هو دار لهم حالة كامل كان مبلي بالكرعين والراس والدوارة، نديرو في الوالد بوخ الرومة قال كان مبلي بالكرعين والراس والدوارة. السرجم ديال القهوة كيقول لي دير ثلاثة نتاع الدقات، غادي واحد المجدوب يحل لك الباب، ما كانش يقول لي الهواري بومدين. الليل هذاك القصة اللي كيكتبوها على الهواري بومدين أنه مشى وداروا هذا، الهواري بومدين في حياته ما قتلش نصراني واحد، قتل كولونيل جزائري اللي كان يتنافس معاه على القيادة ديال الثورة الجزائرية، قتلوا في أغبال، وباقي الخرطاسة لحد الآن لاصقات الماء في الباب. 1960 1961 كان عندي 6 سنين 7 سنين. الهواري بومدي كان يبات في القهوة ديال الوالد ديالي اللي معروفة في بركان بالقهوة ديال القصبة، كانت القهوة ديال القصبة عند المخ، هذيك القهوة كانت تاع الوالد. الهواري بومدي إلا كان جا من ناظور ولا جا من وجدة وصل 6 العشية ما كيمشيش الولود، كيبات في ديك القهوة. وكان من العادة ديال الوالد أنه إلا دارت الوالدة الحريرة، هو كان عزيز عليه الحريرة والكسكس وبالخصوص الشيشة، وكان واحد يقول له الحميد الحماس اللي من بركان، حميد الحماس هو بين بيلو عبد القادر اللي كان يضرب العود، كان عنده الريستورون تما. ما يمكنش الهواري بومدين واخا يغيب النهار كامل كان مبلي بالكرعين والراس والدوارة. هنا في بركان كان في المحطة القديمة ديال الكيران، وما كانش يخلص عليه، كان يقول له انا نعرفكم بلي راه غادي توصل واحد الوقت وتستقلوا وانتم غدارة، كان يقولها له هكذا في الريستورون. كنت تصلح ديري حريرة بعيدك انت، انا كنت نديرو انا الوالد كيمن يمشي معايا يقول لي مد على السرجم ديال القهوة، كيقول لي دير ثلاثة نتاع الدقات، غادي واحد المجدوب يحل لك الباب، ما كانش يقول لي الهواري بومدين. والكسكس كيف كان يجلس في القهوة الحسنية واحد طروار كبير وعنده الكلانشيكوف لتحت، حتى لواحد الوقت انا يبان لي ذاك الكلانشيكوف، رجعت عند الوالد القهوة ديالو قلت له ذاك اللي بات هنا راه عنده الكابوس طويل، عطاني الوالد واحد الصفحة مزيان قال لي هذاك حنا ساترينو. انا الحاجة اللي نعقل عليها ان هذاك اللي كنت نديرو الحريرة ولا نديرو الكسكس انا بالنسبة لي مجذوب، على حسب الكلام اللي قال الوالد باش ما يفضحهمش كثوار. ولكن واحد النهار لقيته في القهوه الحسنيه في شارع محمد الخامس لابس ثروه كركحل وتحت منه كاين الكلاشيكوف. رجعت عند الوالد قلت له هذاك اللي تقول لي المجدوب راه يبات في القهوه ديالنا هذاك راه عنده واحد الكابوس طويل، انا ما كنتش نعرف الكلاشيكوف. صفعني وقال لي بحال اللي ما شفت والو، هذوك ثوار رحنا نعاونوهم باش تستقل الجزائر، هذوك خوتنا، هذوك مسلمين، هذوك راه بحال المغاربه. اذا غير باش نعطيك تيقول اما بوتفليقه راه الاصل ديالو من قبيله بني عميه رفيته فوغالت، والجد ديالو سميتو الاولاد من القبيله ديال اولاد البالي، والسميه الحقيقيه ديال عبد العزيز بوتفليقه هو عبد القادر البالي. اما بوتفليقه عبد العزيز هذاك اسم حركي الوحيد عندك بوضياف كان محافظ على السميه ديالو. بن بله علاش مسي الاسم العائلي ديالو بن بله؟ لان زاد في القبيله ديال ابليون في عين صفا. إذا جميع الرؤساء اللي فاتوا في الجزائر من أصل مغربي. حنا لحد الآن الحدود ما بين بوكانون والآخر في الحدود المغربية الجزائرية لحد الآن راه كاين مغاربة اللي عندهم نسوبية تما، هادو اللي في المغرب كيعطيو الخضرة والفواكه لهذوك النساب ديالهم اللي كاين في الجزائر الداخل. هادو اللي عندنا هنا في الحدود عايشين بحالنا بحالهم، راه كنعطيو لهم الخضرة والزيت والفرماج وهذا لأن النساب ديالنا. راه اللي عور العلاقات المغربية الجزائرية هما حاسبين لعبة ديال الليلة، غادي يقولوا الصحراء ماشي ديال المغرب، غادي يقولوا تقرير المصير، المغرب غادي يشد السلاح يحطوا له الأرض ويقول لهم ديروا اللي بغيتوا ليه. راه المغرب مازال غادي نرجعوا تندوفت وبشار وعين السفرة والقناتسة وزبوش الوس وزاوية سيدي عبد القادر وبني والنيف والتوات، هذه كلها أراضي مغربية والجزائر ما بغاتش تفيق.
على ان جات تور ديالها للولايات المتحده الامريكيه واوروبا غادي تقسمها. مازال ما عرفاش على ان المؤتمر الاخير الغياب ديال القاده العرب راه وراو لهم الحجم ديالهم. مازال ما عارفينش على ان ما يقع اليوم خصنا نشوفوا ما يقع غدا، لان القبائل غادي يشجعوها ودير الدوله. الجنوب من جهه حسين سعود غادي يرجعوه لمالي. الاراضي نتاع 50 كيلومتر مربع ديال ليبيا غادي ترجع لليبيا. الاراضي من تونس حتى العنابه غادي ترجع لتونس. هذا التاريخ البشري. فالجزائر ما عمرها كانت دوله، كانت تحت السيطره ديال المغرب، سواء في عصر المرابطين ولا عصر الموحدين ولا الوطاسيين، وكانوا حتى اهل الواد الحكومه ديال اهل الواد اللي كانت تحكم حتى البلعباس، وكانت تمشي حتى الوهران. من بعد هذا التاريخ غادي يجي تاريخ ديال العثمانيين في القرن الخامس عشر، غادي يبدي هكاك الى سنه 1830، غادي تدخل فرنسا وتجلس تما قرن و30. راه حتى ذاك الامير عبد القادر الجزائري اللي سميوه عبد القادر الجزائري، راه باه زاد في تافرسيت جيت الناظور وتعين امير على المنطقه ديال وهران. راه ماشي جزائري نهائيا، باش غير نكونوا نوضحوا الامور ديال التاريخ. فالهواري بومدين بذاته راه ماشي جزائري. الهواري بومدين اللي سميته محمد ابراهيم محمد ابراهيم بوخروبه، واللي في الثوره الجزائريه كيتسمى الهواري بومدين، راه الاصل ديالو من دار الكبداني. كان يبيع الدواب سواء في السوق ديال سعيده ولا السوق ديال عجرون هنا في السعيديه. بن بلا الاصل ديالو باه من اي تبلون، ومو من قلعه الرحامنه، وتزاد هنايا في عنصفه في القبيله نتاع بليون، وكبر في مغنيه، ونهار اللي كبر كان يجي على البيسكليت يلعب الكره مع المولوديه الوجديه. تصور واحد القضيه دابا مغربي طاحن التاريخ. هاد التاريخ اللي قالو هاد الاخ تقريبا كاع المغاربه راه عارفينه، ولكن لوداس اللي باش قالو تبارك الله عليه. هبا الجزائريين ما يتقبلوش هاد الشيء. راه الجزائر المغاربه ديما حكموا الجزائر، هادي العقده. صحاب الحدود هما اللي زرعوا هاد الكراهيه، لان عندهم لا كلي دو ليستوار. اما اصحاب عنابه قسنطينه منطقه الشاويه حتى الوسط ما على بالهمش بالمروك كما يقولوا هما، على بالهمش. ولكن اللي نشروا الكراهيه وهذه العداوه هما الناس اللي كانوا في المغرب. هما الناس اللي كانوا في المغرب وبها باش راهم عايشين، غاص لهذيك الكراهيه باش راهم عايشين. وانا دوزتكم هذا جو لو كوني بيرسونيل، اللي هذا راه مواطن عادي، ما متحزب، ما عنده جمعيه، ما والو، باحث كيبحث انتريسي، ولد الحدود، ولد بركان باحث، وعنده لي زيليمون سوليد اللي كيقولوا سوليد، وحنا نكونفيرميهم وقريناهم. هادشي قلبنا عليه ديال 40 عام حنا كنعرفوه، واليوم الحمد لله كاين لي ريزو سوسيو اللي يفرشوا، نعطيو الكلمه اي واحد يقول الحقيقه نقولوها ليه. كندخلوش حنايا شحال من ندوات وشحال من قيامه كيداروا، ما كيدخلوش مغاربه يسبوا ولا يعيروا، كيدخلوا الجزائريين. اي واحد هضر على المغرب يدخلوا الجزائريين يسبوا المذيع، كيسبوا المذيع، يسبوه وعلاش انت وعلاش هذا. والمذيع دابا المذيع واش ولاو كيجيبوا معاقبيهم، واش كيقولوا لهم دابا اي مقدم برنامج كيقول لهم وما دخل للجزائر؟ هذا هو السؤال اللي ما بقاوش كيبغيوه. وما سيدي الصحراء ماشي تاع المروك، وانتم ما دخل ديالكم سافو كونسيرنون كوا؟ ما تبقاش تكذب عليا تقول لي الحركه التحرريه، ترى ما تمام شعبك مقموع وباغي تحرر شعوب اخرى. واش الغريق ينقد الغريق؟ كاين عده شهادات سي فري، كاين عده شهادات سي فري. شوف يا بوكو تيموانياج في الحقيقة، راه ما كاينش غير تيموانياج واحد. هذا زرت لي الأخ، زرت لي واحد الشهادة. شوف عربا ما عارفين كلشي، لي ماروكان عارفين كلشي. حنا المشكل ديال الصحراء بالنسبة لينا ديما كنا كنقولوها، اليوم الحمد لله راه تأكدها لينا الملك الله يطول عمرو. قالك أودي حنا كنشوفو كاش التنمية، كاش
سي فيني، سي فيني لو بروبليم، لو بروبليم ديال الصحراء سي فيني، سي فيني صافي لونطون، صافي لونطون. غير الجزائر باقيه كتصوت على النار، ها حتى حاجه ما طابت، حتى حاجه ما طابت. الشعب ديالها كيموت يوميا بالالاف. تي سو كو لا فرونس ريسامون، فرنسا وهادي عارفينها جزائريين، بغات تصيفط 15000 15000 حراق، 15000 حراق، وماشي حراق عادي، هما راه كاين دي مليون. هذاك ال 15000 كلهم شفاره، وكلهم مخربين، وكلهم دي ديلانكون، كلهم مرونين فرنسا. 15000 ما بغاش تشدهم الجزائر، كتقول لهم لا راه ماشي ديالنا، ديال المغرب. هذاك الشيء المغرب ما قبلش يرجعوا ليه الناس اللي حارين، كل اللي عطينا ليدونتيتي ديالهم. راه كيبحثوا دابا، والمغرب المغرب تعاون معاهم في البحث ديال الهويه، ولقاوهم دي زالجيريان. 15000 15000 جزائري اليوم على عتبات باش يزفطوا ريفولي، والجزائر ما قبلتهمش ومازال كتزفت لهم. الجزائر كتساعد المجرمين باش يهربوا من البلاد، يمشيو لفرنسا، يحطوا في فرنسا كما دار في أم درمان عندهم ماتش مع مصر، خرجوا الناس من الحبس، طبعوا لهم باسبور في نهار، نسخت صويره لسطاب بوتفليقه، عمر الكارغوات ميليتار وحطوهم في أم درمان، ودوك كيتعداو على الناس الطريفين جايين. شكون يسافر للسودان في مصر؟ غير الممثلين والناس اللي لاباس عليهم، مشاو يتفرجوا في الفريق ديالهم، ولاو مضروبين ومعدين عليهم صداعات الراس، واكتشفوهم المصريين. دونك لو ريزونمون اللي كنكملوا ليه، ان حنا مزيان لينا هذا المشكل ديال الرضاعه تاع المروك اللي شادها الجزائر كتلهى بها، والرضاعه ديال الصحراء كتلهى بها، وحنا رحنا خدامين. اون ترافاي نو، اون ترافاي، حنا خدامين. شكرا. اعتذر على هذا الغياب القصير. المهم كنشكركم، انا غير نقول لكم ونقولوا الدبابة ودي بلا ما تبقاو ديروا لي تصيفطوا لي التصاور ديال الزليج، راكم كلكم مزلجين، 40 مليون مزلج، لا ما تقصدوا راسكم ما والو، راه دراهمكم مشاو، البترول ما غاديش، والغاز ما غاديش يبقى شاد هاد الثمن، ويجي واحد النهار اللي يكمل العالم كله ولا كيكرهكم، العالم كله. لا ضغوات دابا، لا ضغوات خدات لو بوفوار غراس بفضلكم، ما تقومون به في الجزائر بفضلكم باش خدوا البوفوار، ونتمنى ان تبقاو هكذا. الله يخليكم غير شفايا ودرايا، وعليكم ولايه شويه ودراري عليكم. نخليكم هكذا، باغي نتقسموا المغرب، نتوما اللي غتقسموها، واحد مزال غير نتوما اللي غتقسموا، نتوما اللي تضعفوا، لان مبازين على البرد، مبازين على واحد 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 الحاجه اللي عاطيها لكم الله باش تاكلوا وتشربوا منها وانفقوا مما رزقناكم، فهمتي؟ كلوا وشربوا مما رزقناكم لعلكم تشكرون. نتوما ما كتشكرون ما والو، نتوما تحاربون الجيران، حاربتوا تونس حتى طواطات ولا تابع لكم، حاربتوا مالي، حاربتوا ليبيا، المغرب هي سبب الهلاك ديالكم، المهلكه ديالكم، كما مسمينا نتوما كتقولوا المهلكه المغربيه، راه ما كذبتوش، المهلكه ديالكم هي المغرب، والحمد لله نتوما اللي عطيتوا هذه التسميه، كتقولوا المهلكه ها، وكتقولوا الحمروكي، زعما الحمروكي حمرها لك، ستارماتيزاك حمروكي، ايه فعلا حمروكي بحال حمرتها لك مزيان. اذا مازال باقيين فيديوهات، كلشي هذا غير بور فور ميرسي، باش نشكركم على
تشجيع لي زانترفونسيون، وقال لي اتصلوا بيا وعيطوا ليا ولي زوديو كنشكرهم. كاين بزاف كلهم كلهم المغاربه، شوف المغاربه على بال. انا بغيت نقول المغاربه ودي مشكل ديال الصحراء، سي فيني من نهار الحسن الثاني دار الهضره الله يرحمه، سي فيني اليوم راه كيهضر الملك، ملك ملك تاعنا 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 تاع المغرب نصره الله، كيهضر بلي الشيفر وكيهضر بالمشاريع. كنا قلنا غادي يجي العيد المسيره وغادي يهضر على المشاريع، ودابا تدشينات قراب تدشينات ان شاء الله الكبرى، حنا خدامين زين واخا كنخسروا ملايير وكنجبدوها من الخبزه ديال المسكين، باسكو لالجيري سي تال كي ديرونج لو بيدجي ناسيونال ماروكان. الجزائر هي اللي الجزائر كانت كتظن انها تستنزفنا في عام ولا عامين ونديرو فايت وندخل تعبت فسادا في البلاد، ولكن اون ريزيستي. ولكن كنشكر الشعب المغربي على الصبر ديالو، ان كل شيء الفضل يرجع للشعب المغربي. الشعب المغربي رغم الازمات ورغم القهره ورغم الحقره ورغم الاعتداء، لان كان هناك اعتداءات كثيره بالغلط او انه لان كان عليهم يزيروا البلاد باش ما تمشيش الهويه ديال الكومونيزم والشيوعيه ولا الاشتراكيه المزوره. الشعب ديال ماشي خواف، الشعب الشعب صبار وحافظ على الاسره المغربيه والاسره الملكيه. الفضل باش وصلنا ليه اليوم يرجع للشعب اولا، الشعب الذي لم ينتفض سي با ريفولتي افيغلومون، ها سي با سولوفي افيغلومون، لم ينتفض هكذا بجهاله بلا ما عارف. الشعب تمكن وتكالما وحط الكره للارض وخدا لانفورماسيون وبقى غادي. الشعب هو اللي حافظ على المغرب، الشعب هو اللي حافظ على المملكه، راه ماشي بالقوه من حديد وبقوه، لان الشعب حافظ على الاصاله ديالو وحافظ على الاسره الاوتيه. كل اسره مغربيه تمثل الملكيه، كل اسره مغربيه تمثل المغرب، راه الشعب هو سر المواصله، هو سر لا كونتينيتي، سي لو سيكري دو لا كونتينيتي دو نوتر مونارشي سي لو بوبل. علاش لو بوبل مالغري الازمات مالغري الضغط مالغري بزاف راك تو لو بروبليم نو حنا يلاه استقلينا سويون ريزونابل، وقتها استقلينا وقتها استقلينا كومبيان دو طون 63 les années 50 56 54 شنو راه حنا ماشي كنا كانت عندنا حمايه واخا نكونوا استقلينا كاع في 50 ديبي 50 كيما يقول لك لا ماشي 56 لا ماشي 54 لا شوف حنا ايكوتي موا بيان سيل فو بلي حنا استقلينا ميم با 10 ترمت علينا الدول الشيوعيه عن طريق الجزائر. الجزائر هي اللي جابتهم لينا، جابتهم لينا يريبوا لنا المملكه. واش تقول في هذا؟ ها جابوا كاع الدول الشيوعيه جاو يريبوا المغرب. شحال معاهم استقلينا 9 ans 8 ans 10 ans 10 ans عاد ما كوموناش راسنا. لو بروميير بلان بينال ديال 58 ديال لوبيراسيون فيها لوبيراسيون لابور اللي كانوا كيامنوا بها الشيوعيين والاشتراكيين. انا عارف تجبدوا لي عزيز بلال وقتلوه في شيكاغو تو سا سي نيمبورت كوا. شيكاغو راه ما ماتش غير عزيز بلال، راه ماتوا عدد كبير اللي ماتوا في شيكاغو في لوتيل. وكومون سيتيل كان سوسياليست، كان نوم ا برينسيب دو سوسياليزم سو تروف ا لي مويان دالي شيكاغو. خلينا بديك الهضره الخاويه ديال دونك هاد من بعدها جات الحكومه ديال عبد الله ابراهيم. تو سو كي اون ايسي دي تابلي ان ريجيم كومونيست عاق بهم الملك، كيتسمى لو بلون مورني ديال جو بونس سيتي 60 و 62 اللي بقيت عاقل عليه. فهمتي الجزائر غير استقلينا ماشي هي اللي حاربتنا، جابت قوى شيوعيه اشتراكيه وكذلك لا فرانس. باسكو لا فرانس ديما الجزائري خصو يعرفوا على القضيه، انا عارفه مزلج وعارف البلاد كلها زليج، دابا دولة الزليج هذيك، نتوما هما مالين زليج، ها خليكم. الجيري نا جامي ايتي الجيريان، نا ايتي الجيريان كو دو تيتر، وان تو تري فيف الجيريان، لو فون ديالها توجور فرونسي،
وتوجور الى بارتي اون فورس انترناسيونال اللي دخلها معهم لا فرانس باش يخليوها تاكل ترونكيل. تماك راه ما كاينش تماك كل بوحدك، كاين قسمه بين القوات الدوليه وبين لي بيسونس انترناسيونال. لانجلتر واخذه ان بار، لا فرانس واخذه ان بار، لاسبان، الالمان، لي ايتازيني. كنت تدخل تطلع الداخل تشوف العجب، كاع القوى الاستعماريه عندها صباحها تماك. الجيري اي ان اندبندونس سوا ديزون بوليتيك، يجيري هما البلاد لو غوفرنمون. الجيري افي بور ميسيون دونترافي توت فولونتي دو بروغري دي بيز افريكان، تحبس ولا فولونتي دو بروغري افريكان. سا فو دير لوتونومي، لوتونومي او لانديبوندونس ايكونوميك كي تري امبورطونت، لوتونومي دو جيستيون دي بي. الجزائر تخلاوها تحدي افريقيا وترون افريقيا عمرها تاخذ الاستقلال ديالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تكون قديما باش نبقاو حنا ديما ديبوندون دي فورس اوكسيدونتال، نبقاو ديما كنعتمدو على لي فورس اوكسيدونتال. لي فورس اوكسيدونتال سميهم تا كيما بغيتي، استعماري ماشي استعماريين، و الا بيان رومبلي سون رول الجيري. تا دولة في افريقيا ما تطورت، ما عدا جنوب افريقيا اللي هي كتسمى ماشي ديال افريقيا، دولة اوروبية وسط افريقيا من الديبار ديالها. Grâce à l'Algérie, que le Mali n'a pas avancé, le Soudan n'a pas avancé, le Maroc n'a pas avancé, l'Égypte, la Libye, le Maghreb, c'est efforcé. Le Maghreb, je connais fait comme le nez, c'est l'Algérie. Le Maghreb, 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 c'est l'Algérie. ربما ما نفيقوش، ربما الدولة ديالنا ما تما زير السلطة وتحزم وتزير البلاد وتخدمها، والبلاد تخدمت أو البلاد تخدمت. اللي هو سيريو، اللي هو يكون معقول وفرون، يكون شوية أوبجيكتيف، واخا يكون عنده مشاكل مع دولة ولا، يدوا غوكونات بلي المغرب تبدل افيك دي بتي موان، دي بتي موان. ولكن لي كغون موان كو نوزافون بيرسون مو كوني هما المغاربة. الشعب المغربي هو الذي ساهم وكان على راس تطور المغرب. سي لي ماروكا اون سي شكون اللي يهضر عليا ايكونوميكومون بارلون، سي لو سيستيم. مي لو سيستيم نو با مارشي افيك ان بوبل ديزوبيسون، لو سيستيم نو با مارشي افيك ان بوبل تيتو. واحد الشعب اللي ما كيسمعش وراسو قاسه وديما واخا دير لي اي سيستيم ما يخدمش. باغ كونت المغاربه مكلين، انا جو كوني دي زالجيريان، كنهضر معاكم تيقوني ان المغربي راه ماشي شي واحد خواف او شي واحد خانوع او شي واحد، بالعكس المغربي راه رجل شجاع يقاوم العاصفات كما كان النوع ديالهم، ماشي هطار، ماشي بلا بلا ليست، فهمتي؟ ماشي ابلا ليست، ابلا ابلا موتشو انا ترباخا. المغربي رجل، المغربي الشخصية المغربية هي المعقول. اللي كيقول لي انا المروك وكا كيهضر ما كنحملوش، انما عارفش القوم الاخرين كي دايرين. عندك تحس تغلط، راه هاد البلاد باش راها واقفة كاين المغاربة، كاين الشعب راه خدام، كاين الشعب راه صبار، كاين الشعب راه صبار، ماشي مدلول وماشي خواف. هذا هو التفسير اللي بغيو يفسروا هذوك صحاب لي زيديولوجي، لي ماروكان اون بيغ كدا. علاش بغيتي نريبو بلادنا؟ هذاك الشعب كيقول لك دابا يجيب الله، وهذا الشيء اللي بغى الله مؤمن، فهمتي؟ لا واحد دار لاباس كيقول لك عطاه الله، واللي عطاه يعطينا. كيقول لك إلا عطاك الله، إلا عطاك العاطي الجبال تعطي. شو المغاربه الامثله اللي عندهم، غير من الامثله ديالهم، الثقافه ديالهم ديال الرضا بما حكم الله. ماشي نوض يدار مع الوقت. المغاربه مخترعين. الا مشيتي فكر غير مزيان، هاد الصناعه التقليديه ديال المغرب اللي بغات تسطي الجزائر واللي العالم كلشي منبهر بها، هادوك راه اختراعات، راه ابتكارات. حتى اللي كيشد لك الجلده ديال المعزه وديال الناجه وديال الحولي، وصلت النجا كتات الكوير
ويصوب لك منها الساك ويصوب في المغرب من بكري. انا ماروكي نغيك ما كانش كاينه في الجزائر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا ولا في اوروبا. اوروبا اكلها الدرجه العرب. المغربي راه كيحسدوه على العقليه ديالو لانه كيعرف وقت اش يهضر وكيعرف وقت العنف وقت السلم. عطيك الدليل انت نهضروا بالدليل. حنا المغاربه كنعرفوا اننا ضربنا مع قوى كثيره ضربنا معها على قبل ديك الصحراء وضربنا مع قوى كثيره على قبل ديك المملكه لان قوى كثيره بغات ما تبقاش المملكه في المغرب وحتى من داخل المغرب. الناس قاريه وواعيه وعندها تاثير ايديولوجي على الشباب وجروهم وجروا كاع الشباب تقريبا كل الشباب كان ضد الحسن الثاني دون علم ما هو المقصود من هذه المعارضه للحسن الثاني الله يرحمه. تقريبا انا كنقول لك انا سيتي ما جينيراسيون كنت كنبرك معاهم كان هناك تاثير. هل نالوا شيئا؟ لان الداخل ديال داك الشباب كاين حتى مغربيت واخا كاره وكاي ولكن وقت الاكت اللي بغيت داك اللقط التخريبي ما كيديروش كتجرو كتغلب عليه حتى مغربيت ديالو رغم انه غداوه بالافكار الشيوعيه والافكار الانفصاليه والافكار التدميريه والافكار التخريبيه. وكي يكون غادي لاكت يقول فوالا غنديرو كي تكا كيديرها حتى مغربيت كتجبد منه كتجبد ليه. راه ماشي الخوف سي سا ماروكانيتي كي لا امبيشي دو سيمي لو ديزوردر او ماروك اي سي سا كي ا في كروفي لينمي دي ماروك. ما تصرفتليش كيفاش المغاربه باخين. تصور واحد القضيه هما كيقولوا تبوسوا اليدين انا كنجاوبهم كنقول لهم حنا صافي 13 ans 13 سيكل وحنا نبوسوا اليدين يلا من بعد تفرقع. هذا هو اللي كيقتلهم. المغربي تا ياما تحرط فيه ودير وتردو روبو وتقول لك سير دير في المغرب ودير ودير كتجبدوا تا مغربيات ديالو. جميع اللي بغاو يديروا محاولات هنايا ارهابيه جبدوهم المغاربه. المغاربه هما اللي جبدوهم. تا مغربيت غالبه على الشيوعيه وغالبه على الشيعيه وغالبه على التطرف وغالبه على الظلاميه وطير تتعيا وتا مغربيات كتجبدك. وتمغربيات اللي في المغاربه هي اللي منجحه المغاربه. لو ما كانت فيهم تمغربيات تخرج للسوق ما تلقى لا بطاطا لا خز ولا دلجال لا فول لا لوبيا لا مطيشه لا والو. يقول لك هذه 3 سنين ما طاحتش الشتاء ما خدامينش صافي سير موت نتايا. رغم الجفاف رغم كورونا رغم حرب اوكرانيا كتخرج طرقان عامرين بالطوموبيلات المازوت داير 100 داير 17 درهم طرقان عامر. علاش؟ الناس خارجه تخدم الناس خارجه تامورتي هذيك لا ديفيرونس اللي زادوها عليها تقلب عليها بالعرق كتافها. زادوا عليا في اللفت زادوا عليا في البطاطا نزيد نخدم باش نطلع لو سالير ديالي باش نواجه المواد ماشي نوض نحيح ونبيح ونديح كاسكو جو مي برودوير. شوف لو فاكار نا جامي ريان برودوي. لو فاكار نا برودوي كو لو ديزوردر. وكنقول لك واحد القضيه الشعب المغربي شعب فريد من النوع ديالو. نقدروا نشبهوه شويه بلي شينوا ولا شي حاجه ولكن ما كيتقارنش. راه ما كيتقارنش. وكنحييك على هذه الملاحظه. راه ممكن نشوفوا حتى مغربيت في الجاليه المغربيه. شوف المغاربه كي دايرين. شوف المغاربه كي دايرين. وبغاو يسمي غير مؤخرا بغاو ينوضوا بالبلا في الجاليه المغربيه. ولكن كاين الكالم. كان حقه الا فتو 2000 درهم راه غادي تخلصوا نادوت لا ما كاين والو. هو في البرلمان تطرح السؤال ماشي انا اللي قلت قبل جاوبت انا صافي تقريبا بليزيور جاو وتحط في البرلمان وجاوبهم الاخ القجع قال لهم ما كاينش هادشي ما تهضروش على الجاليه المغربيه وما تهضروش على الناس اللي مشيو توريس. الجزائر ما تقدرش تبدل المغاربه واخا نجيب لهم اشرطه. الجزائر كانت الفيلم ديال بنبركه كانت كديرو كل اسبوع باش يشوفوه في المنطقه ديال وجده ومروجين دعايه على ان كي كدير الجزائر فيلم ديال بنبركه في التلفازه وجده كيتفضوا على وجده. والله العظيم بالله كيقول لك راه درنا انا كنت راجلي ديك الساعه كيقولوا لي راه درنا الفيلم ديال بنبركه باش يشوفوه لا ديال لاطونطا سميتو لاطونطا علاش بنبركه؟ بنبركه راه صافي بنبركه سي خائن كاع اللي مشى مع الجزائر خائن. قال لي مشى مع الجزائر خائن. اللي بغى يدي عليا شي نظره يديها عليا انا. كل شي كيفا دي كوتي الجيريان
اللي انتي روياليست ضد الملكيه. هما كرهوا تكون عندهم مملكه، عابيني بينكم الجزائر كرهوا يكون عندهم مملكه، والله ما كرهوا بالله، لا هما ولا تونس ولا ليبيا ولا العراق ولا مصر ولا سوريا ولا لبنان، هادو والله ما كرهوا تكون عندهم مملكه بالله. حنا بغانا الله، بغانا الله كما غريبه، لان الله كيجازينا. حنا ما كنتعداوش، كندخلوا شؤون الغير. حنا كاش مساعده راه كنعطيو، راه كتشوفوا بعض المرات المغاربه كيكعاو كيقول لك علاش حنايا الملك وشؤون الحكومه والنظام خلانا ومشى ساعد لبنان، كان يعطيها لنا حنا ويديها للاطلس. هاك الهضره كاينه في المغرب، راه ماشي كنقترحها، علاش ما كيعطيناش؟ بعض المرات تالمو المغرب كيدير دي جيست، اش غتعطينا لبنان حنا اللي كنعطيوهم مساعدات؟ او تونس شنو غادي يعطيونا؟ المغرب، المغرب محافظ على الاصل ديالو، المغرب محافظ على الاصل، المغرب البلاد المغربي منتج، المغرب اللي كيخدم. راه تحط 10 ديال لي زاجير وحدهم مغربي ما يقدوش عليه في الخدمه. انا خدمت مع جزائريين من الصغر ديالي، يعلموك غير تشفر، يعلموك الخونه. حنا كنقول لك السر ديال النجاح المغرب اللي ما قدروا يحلوا حتى شي مخربيق، حتى شي ايديولوج، شحال جاو مفكرين بغاو يقلبوها وتقرا كتب. انا راه حفيتهم هاد الكتب قريتهم ديال ديال ماشي نقولوا الاكستريميزم ديال لوغوشيزم ولا ديال هذا. راه المغرب المغربي والله لا بدلتيه، والله لا غيرتيه، والله لا غيرتي المغربي. شوف المغربي والله لا تفك على بلاده، كيبان لك اللي ديزانتيريسي ولكن قربوا. كون كان المغربي ديزانتيريسي كتفيق الصباح وتدخل سوق بلدي ديال القريه ولا ديال سوق سيبيريور ولا شي سوق في المنطقه الحضاريه او في سونتر فيل، وتدور عينك هكذا تلقى كل شيء. علاش؟ باسكو المغربي منتج، ماشي شي يبكي عليك. يلاه جي عندي انايا المغرب هنايا ونديك نديك المارشي دو غرو بالليل توت لانوي، السلعه كتدخل توت لانوي، عاد خلي الاسواق المفرقه في الجامعات. المغاربه الشعب المغربي له دور كبير في الحفاظ على الامن، في السيروره، في لا كونتينيتي دو لا مونارشي، استمراريه المملكه في المغرب، ماشي بالزروطه وماشي. الشعب المغربي عنده قناعه على انه القوه ديالو هي في الالتحام ديالو مع بعضياته ومع العرش، مع الملك والاسره الملكه. علاش؟ لان اي حاجه خصها من يسيرها. الناس راه كانوا يديروا زاويه كيمشيو ليها غير باش يامنوا بواحد المنطقه ويحافظوا عليها. هذا هو اللي حنا ماشي واحد النوع اللي رحنا بولداء تقولوا حقاره مالك. حنا عارفين ان المملكه تليق بالمغاربه والمغاربه يليقون بالمملكه، وحتى واحد ما يغيرنا. وشتي هذيك الصحراء هذيك اللي كيهضروا عليها، حتى الملك مثلا لنفرض هو في الدستور الملك ممنوع عليه يتخلى على اي شبر من الارض، سيقرا الدستور، الشعب ما غاديش يتنازل عليها. حتى ولو السياسيين بغاو يتفاوضوا عليها الشعب ما غاديش يبغي. ماشي يقول لك خسرنا عليها ودرنا عليها، لا، يقول لك ارضنا، هم يؤمنون بارضنا. حنا نهضروا مع الجزائريين اللي كيقول لك بوليزاريو، هاد الناس اللي كيقولوا استفتاء. علاش جزائريين كيهضروا علاش اسيدي ما بغاوش يديروا استفتاء؟ اول حاجه ما بقاوش البوليزاريو صحراوه ولاو جزائر، بوليزاريو الجيري. ثاني حاجه وهذوك الناس انتم اللي باغي تعطيو هذوك الناس، باغي تعطيهم ديك الارض. وهذوك الناس اللي جاوا دخلوا مغاربه واعترفوا بالمغربيه ديالهم، هما صحراوه مغاربه، اش نديروا معاهم؟ هما الاولين غادي يعارضوك، هما الاولين يقول لك انت ما كاش كتخربق الصحراء تاعنا، حنا مغاربه. والاخرين يقولوا حنا تاعنا، هما شكون هذوك الصحراوه الاخرين اللي يقولوا الصحراء تاعنا شكون؟ شنو هي الدوله ديالهم؟ اذا جزائريين، لان فين ما مشيتي تلقى العالم بوليزاري وعالم الجزائري في القشله في كل شيء. راه العالم كله شاف هذا الشيء، راه العالم راه شتي واحد القضيه. حنا مون فو با ما نقولش الجيري حبسي، لا بركه، كملوا على طريقكم، زيدوا نتوما ساعدوا كل شيء، مزيانه لينا حنايا. محدكم نتوما كتنبشوا في هذا الموضوع، محدنا كنتقواو. علاش كنتقواو؟ لان عارفينكم نتوما ما فيكم ثقه، ما فيكم ثقه.
نتوما ما تقدروش علينا وحنا عارفينكم تجيبوا قوة خارجية. نتوما 45 عام وانتوما منوضين لنا بوتستاز وغدا قال لك حقا حنا تعادينا معكم حيت طبعتو مع الصهاينة. وها العام اللي داز ايوا ديك 45 عام ما كنا مطبعين. هذه هضرة خاوية، هذه هضرة خاوية. حنا انا كمغربي وكنأنب المسؤولين على إهمال العلاقة مع إسرائيل لمدة 50 سنة تقريبا، كان أننا نحافظ على العلاقة ديالنا مع إسرائيل لأن إسرائيل فيها مغاربة برسك 3 مليون ديال المغاربة، نحافظ عليها ونتعامل معها ونخلي نخلي دي بون دو ترافيرس على قبلنا الألجيري وديك المسار. أنا نقطع مع دولة اللي هي شعبي فيها أنا جو واحد يدوي معايا جوكوني با لو برانسيب. راه هضرناها شحال من مرة، الفلسطينيين ما بقوش باغيين اللي يدخلهم في العلاقه ديالهم مع اسرائيل. الفلسطينيين ما بغوش باغيين اللي يدخلهم يقول لهم لا. من ياسر عرفات الوقت اللي عاقب الوقت جبد راسو ياسر عرفات ولا كيهضر بحال الدولتين. ولكن مبدا الشيعي ديال الشيوعي هو خصو يمحي من الارض اليهود، يمحيهم من الارض. هو كيشوف لا لوا انتيسيميتيز وباغي يمحيهم وراه محي من الارض. شكون اليوم الدوله اللي قال العرب ضدها؟ قال العرب ضدها يا ايران. العرب كلهم ضد ايران. وايران شكون هو لو سول بارتنير ديالها امي ديالها دوبي الحرب العراق؟ هي الجزائر. هذا ما كتجيكمش غريبه ان الجزائر الوحيده اللي مع ايران حتى بعد حرب العراق، ربما حتى اثناء حرب العراق، وحتى انهم قالوا طبقوا ديك الدعايات على ان صدام حسين هو اللي رهج بوخروبه وشويه ولا كيقول الحسن الثاني، الوغ كو بوخروبه مات بالسيده كان لوبيا وكانت السيده ما معروفاش كانت عنده المناعه ما كايناش تبع غادي وكيدوب. هنا الهضره كتجبد الهضره، شي حنا كنتمعلموا ولا شي حاجه. عندنا شعب عظيم، عندنا شعب عظيم والعظمه ديالو ماشي العظمه منوش غير الفلوس اللي ما عندوش يجيبهم الله الفلوس. العظمه ما منوش، العظمه من المغرب، العظمه ما منوش وعنده الفلوس، عنده الخير وعنده القوه وعنده العزيمه. العظمه ما منوش المغرب. تصور المغرب صعيب يكون قال هذا المغرب راه ما نحبش هادشي علاش باغي نتسطاو هما. كي كتسمع باب المغاربه فلسطين المغاربه شوف فين مشاو. المغاربه هما ديال المقاومه، هما ديال الجهاد. حتى الفانيو وهادو اللي فانيو يحروا بلادهم هادو قال لك حررناها باول رصاصه في الاوراس. تي ما كنت ساموا شي انا نحلل لك الكتاب، تكتب لي كتاب نحلل لك الجمل ونعجنهم ونخرج لك منهم الجمله اللي كاينه تماك. تكتبوا دوك الكتب، كتبتوا الكتب، عطي 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 عطي، بديتوا كتكتبوا الكتب. الجزائري قرداس بن خرداس هو الذي فتح بني خرقوقه، الجزائري قرموشه بن طرطوشه هو الذي فتح بني قرمان. كتب الكتب الكتب كتكتبوا تعطيو الفلوس. حنا كنهضروا معكم بالتاريخ الاصلي. المغاربه هم المغاربه، هادشي بغيتوا تعصروا باش تحيدوا ان المغرب هو المغاربه وتردوا المروك وتبغي دير فهمت. بيان سيغ المغرب كاينين حتى في فيتنام المغاربه. المغاربه قلت لك مشاو وقت النار شاعله وقت الحروب الصليبيه. كنقول لك المغرب الا بي تري شير، الماروك خلصها غاليه. المغرب الوحيد اللي طبقوا عليه حروب الاسترداد، دخلوا ليه المغرب خداو ليه طنجه ولا الدوليه، خداو ليه العرايش، خداو ليه المغرب كامل وبدا كيرجع. لان المغرب راه كيقولوها المؤرخين المغاربه سي جو سي با لو سال، المغرب ما خداش استقلال مجموع، خداه مقسم طرف 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 طرف. والصحراء المغربيه راها مغربيه. وكنقول لهم لو ريزونمون اللي هو اومان تحليل انساني، لو كانت الصحراء جمهوريه صحراويه ما يكونش الحدود ديالها هنايا، كيكون حتى البحر الاحمر. واش غير المغرب طبقوا عليه الصحراء المغربيه؟ واحد دقيقه واخده انا جاي خذ هاد لا غيتار درب بها.
جي ميكسكيز. شوف دابا حنا نتوما دابا كتشوفوا الجزائريين كيقول لك راه هما ماشي المغرب، راه سرقوا لنا سميه المغرب. علاش؟ نرجعك للريزونمون ديالي الاول اللي ربما حنا ما كنحسوش بان الشعب المغربي شعب عظيم وباغيين ياخذوا له بلاصتو. Il va devenir des Marocains, pas pour le nom de Maghribi, là. Parce que le Maghribi, les gens qui ont fait le chassier du Maghribi, les ulama, les chassins, ils ont le Maghribi différent. Ils ont le Maghribi, ils ont le Maghribi, ils ont le niveau, l'esprit de grandeur, l'aqliyat, l'ulou, à base de zéro. واش تقدر دير واحد ليمابل ديال 4 ولا 5 ايطاج ولا 20 ايطاج بلا لي سومان بلا ساس لي سومان؟ ما تقدرش. اذا هما عندهم العلو بلا ساس، العلو بلا ساس دير ليها يطيح. علاش؟ فيها الهضري وتخرج العينين والجبهه. مغربي مبازي متقن، مغربي زازو شاد الارض خلاها اليهودي قال لك لا تلفتي شاد الارض، مغاربه شادين الارض. وتحيه لليهود، اليهود احسن من الجزائريين ملايير المليارات المره. سي موا كي فو لو دي، انا عاشرت اليهود وعاشرت اليهوديين الى يومنا هذا. كنعاشر اليهود وما كنتسناش انا جزائري يبغيني ولا يبغيني، انا بغيتو يكرهني لان عارفو كيكرهني وما عمرو بغاني وما يبغي ولا. انا تربى وجينيتيزي للجان ديالو. كتشوف المغاربه كيقول لك لا حائط المبكره تاعنا سيدي مهم ديال الغوتي راه كذا بالطوطه بالطريق بنو زيد، اي حاجه مغربيه بغاو ياخذوها. علاش؟ باسكو عارفين هما ما عندهم والو. الانسان الجزائري هو هذا، المقاومه ديالهم درحوها ردوها جبل اوراس ودوروها. دابا الشعب ديالهم كله كيعتقد على ان المقاومة في الجزائر لتحرير الجزائر بدأت في جبل الأوراس، أول رصاصة في الأوراس لو 1 نوفمبر 1954. بينما دوك الناس اللي كانوا كيتقاتلوا في الجنوب، في الشمال، في الشمال، في في الغرب، الجنوب الغربي، اللي كانوا في غرب الجزائر، أش مسنة بداو؟ أش مسنة بداو؟ أش مسنة تقصفت فيلاج طوبة؟ أش مسنة؟ هاد اش مسنا بدا المقاومه المرحوم بوعمامه غتطلق. اش من مسمى من الرباعه ديال بني زناسن وبني وكيل وبني اللي بداو المقاومه ضد في الحدود الجزائريه ودخلوا حتى للجزائر؟ كم عدد الاموات الشهداء المغاربه في الجزائر؟ تخرج العينين، تخرج العينين. الشعب المغربي هو اللي راه مواجه مع الجزائر، ماشي القصر وماشي المخزن. والشعب المغربي اليوم بفضل تعنت الجزائر والسبان والمعيور واحتقار المغاربه زادوا حمسوا على انه ينهض ببلاده، ينهض بالوطن ديالو، ينهض بالامه ديالو، ينهض بالمملكه ديالو. كل موند فو كريي، كل موند فو ترافاي. هاد لي بروبليم سوسيو ايكونوميك تقول لي كاينين في العالم كامل، لي بروبليم سوسيو المشاكل الاجتماعيه الاقتصاديه ليست سي با زاموبيل بور ديتيستي سون بي ولا بور pour fuir son pays, pour chercher de meilleurs horizons. Un an, t'as raison. T'qalib ala ofoq ahsan wala tchir Europa ou t'khdem ayah, pas de problème. Walakin t'krah bladek, ma c'est pas une raison. C'est pas une raison. La raison t'krah bladek, il est ma kent... Shkoun ghadi krah bladek? Nas ra bladek, hum le syndrome de Stockholm, nas ra kiyadbouhom, kiyalgouhom, kiyamilhouhom, ou kiyigoulik 1, 2, 3, al-qahara ou al-miziriya ou t'hiya al-jazayir. Huma ra... Mti. Alash, li anna zkarat al-Marok. Huma, ils ont... Ils ont attiré le peuple algérien parce qu'il a, il a compris que l'indépendance n'était pas à 100% acquise vis-à-vis de la France. Oui, j'ai un petit jeune Maroc. On va y retourner le Maghreb. D'abord, qu'on ait le Khalaya, qu'on ait les ulama, les wahmiyin, et qu'il faut le chabal, qu'il y a le Maghreb. Je suis à Tunis, je suis à la Dor. حتى في تونس ولات على هذا الدور دوروا على ان المغرب ماشي هو المغرب وان المغاربه ماشي هما المغاربه بل المغرب العربي. والمغرب العربي الفكره ديال المغرب العربي الموحد هي فكره مغربيه. المغرب اللي بغى يضم عنده الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا باش يكون واحد الكتله اقتصاديه وسياسيه وكذا تدافع على مصالح شمال افريقيا. ولكن غداره كما الفكره ديال الوحده الافريقيه، منظمه الوحده الافريقيه فين تكريات؟ تكريات في المغرب جو بونس 61 في المغرب تكريات. اليوم اللي يقول لك الاتحاد الافريقي ان بوليزاريو عضو مؤسس الاتحاد الافريقي،
راه الدولار بيترو دولار هو مؤسس ديال 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 البوليزاريو. الجزائري يتقبل ان يستحمر الا شي نخبه قليله يستحمر لما يتعلق الامر بالمغرب. الجزائري يعكسك في اي حاجه الا في المغرب. ما عمر تقول ليه المغرب راه بلاد مزيانه والملكيه ديالهم مزيانه والصحراره ديالهم. سي با لا بان دو شيرشي ديسكوتي سو سوجي. حنا اون با بيزوان دو ديسكوتي. هاد الهضره اللي كنهضرها ما كنهضرهاش مع الجزائريين، كنهضر مع المغاربه. لي زالجيريان ما تيغيس با. واش الجزائري الا قلت لهم الصحراء المغربيه غيقول الصحراء ديالك؟ يجيو يديوها. عمر غادي المناطق العازله غادي تحيد، جيت تهضر الجزائري. راه القايدي قال لهم سي با لا بان دو فيغ لا كارو ماروك باسكو فوز الي بيغت. راه بطوه حيدوها. وقال لا فيغيتي، قال لهم عندي معطيات الا درتو حرب مع المغرب غتخسروها وغتقسمو وغتبهدلو. مرة بحال ديك النفاخة منفوخة كدير الطق طق كتفرقع، راه نفاخة. هما هذا هما هذا دونك حنا علاش اون فاديسكيتي لو سا؟ خليهم هما الاعلاميين وكذا. واحد راه قال لي يا اخي هذاك استاذ الشرعي فعله في الصحراء ما لم يفعله العاده تاعش كتخربق اش كتخربق. هذا هو الغلط اللي كطيحوا فيه. الصحراء المغربيه راه ماتوا عليها مغاربه كثار وتسجنوا عليها مغاربه كثار وتازم عليها 30 مليون مغربي تازم من اجل الحفاظ على هذه الصحراء. 30 مليون واكثر مغربي تازم وعاش الازمات الاجتماعيه من اجل اكوز دو لانترفونسيون de l'Algérie dans les affaires marocaines. كل سبب المشاكل راه جيل كبير ضيعتونا الجزائر، راه جيل ديال بصح ضاع علينا. اللي بقى فيهم حي راه رجع شويه، رجع الناس اللي تشدوا في تازمامرت، الناس اللي تشدوا في قنيطره. سي اكوز دو كي؟ سي اكوز دو كي اللي تشردت العائلات ديالهم؟ الايديولوجيه الجزائريه والتدخل الجزائري السياسي في الشؤون السياسيه المغربيه. الجيل اللي ما نجحش وما كملش حياته في المغرب سي اكوز دو لالجيري. خلي لي الصحراء. الجزائر كانت تنوي تدمير المغرب قبل مشكل الصحراء، وهي غيد ماشي هي غير وسيطه، هي غير لو باتون. ما سيلوي كي تيان لو باتون سي لوكسيدون. لو كومينيزم اي لو كابيتال لو دو ا لا فوا. La France n'accepterait jamais que le Maroc soit indépendant économiquement, surtout économiquement parce que Qatar a mis non, ou l'Algérie est capable. Alors d'abord, est-ce que la France a chargé le Maroc d'emmerder l'Algérie? Le Maroc n'a jamais emmerdé l'Algérie. Par contre, l'Algérie a toujours emmerdé le Maroc. Et qui est-ce qui commence? C'est la France. وتلعب ديك اللعبه ديال بعيد كتفرج ودير راسها ما شافتش. ولا جي غير لابليك لي زورد. من بعد تشيعت وتشيعت ولات تشيعيه شيعيه داكشي مرون عندهم. انا غيان كاني لاجيغي تو بيردي. تصور لاجيغي تو بيردي. كنت كنقول لكم واحد الوقت نهار اللي غيتزاد البترول والغاز الجزائر غتعلي عاود غتنفض الفيسات وتبدل الكوستيمات وتطلب تعيق في الدرب. هادشي اللي دارت في كورونا كان ضربه الطم ساخنين. لا اكسجين لا فاكسان لا دواء. الناس كتموت. انا جوج ولاد خالي ماتوا، ثلاثه وواحد خويا مات، ثلاثه ماتوا الموت بالمئات ومعتمين. غير جات حرب الحرب اوكرانيا طلع الغاز طلع البترول ويا الجزائر تخرج البودر ديالها وحيدت الجاكيطه وبدات كتبين داك العظيمات ديالها وكتخرج وتهدد هنا ودير المؤتمرات قمه عربيه واستعراضات. واش انا نعطينا يا السيسي 500 مليون نص مليار ديال الدولار باش يجي يحضر باش نبان زعما راه ناجحه؟ واش انا نخسر ما عرفتش شحال من مليار غير في لو فو دارتيفيس جاو الهنوده داروها ليا في جو ميديتيراني باش نبان راني قوي؟ والطوارو ديال الزبل كياكلوا منهم الشباب والناس كيباتوا في بنين جديده يباتوا في الزناقي
قيمتهم مشيت بلازار، مشيت لاباستيف، الهبطه ديال سيد الهواري، الهبطه ديال شاتو ناف، قيمتهم مشيت ريد لاكديك. الناس كتبات في الزنقه وتاكل من التورو ديال الزبل، ديك وهر الباهيه اللي كيدوي عليها. سير هبط تحت فروند مار، سير فروند مار وطل لتحت، شوف شحال من واحد ناعس في الارض، سير طلع للمدينه شوف شحال من واحد كيبات في الزنقه مغطي بالميكا والكارطون، وانت تجي تعيق على الشعب تبين على انك تبين ديك الصوره. هذاك سي ديمودي سي دي باسي، عاقوا بلي كومينيس وهذيك السياسه ديال اظهار الوجه الجميل للخارج والداخل راه معفنه تعفن. اذا انا اللي كنشكر الشعب المغربي، وكنشكر الشعب المغربي. وواحد القضيه راه الحسن الثاني راه كيتمجد الشعب المغربي رغم المشاكل اللي كان عنده مع بعض منهم، كيمجد الشعب. رجع مي كيقول لك حنايا ديال التحدي، مغاربه ديال التحدي، راه كيهضر للشعب. المغاربه ديال التحدي، محدك تتصعنن معاه هو ناير. المغاربه ديال التحدي وما ياخذوش منا حتى حاجه. هو السيد في الشهاده ديالو قال لك في الحدود عايشين معانا، حنا كنعطيهم الخضره والفرماج والزيت وكذا واحد ما فهمتي. و سي فغي بوكانون راه ملاصقه مع بوكانون، راه ملاصقه مع احفير، راه مكولين، والباطوار جا الوسط. السعيديه راه لاصقه مع المرسب المهيدي، مع بورسي، ملاصقين. ها وجدة راه ملاصقه مع مغنيه بني بوبلان وربان وهاد القوم هادو ديال اللي من الهير الجزائري اللي كانوا في المغرب هما اللي نشروا لك الكراهيه. اذا انا المجد للمغاربه والشعب المغربي. المغاربه هما شعب مختلف عن الشعوب، شعب اصيل وشاد بالاصاله ديالو، والاصاله ديالو كيعبرها في التراث ديالو، في الصناعه التقنيه ديالو، في الزليج ديالو، في الجلد ديالو، في الخزف ديالو، في النقش ديالو، في القبس ديالو، في الالات الموسيقيه. كتلقى المغربي كيتجسد لك انه اليد ديالو كيخرج منها لي ميراكل. وجا واحد الفنيان ديال الخلا، واحد الفنيان، واحد الكاسول اللي متشبح. انا كنت قريت واحد الكتاب صافي تقريبا في لا جونيس ديالي، واحد البروسبكتور، واحد اكتشاف استكشافي، شي واحد كيدور في افريقيا ودخل الجزائر، هو اللي عطاهم كيفاش الناس عايشه في الجزائر باش جاو الاستعمار حقروا على العثمانيين. قال دوك الناس لي فام ترافاي اي لي زوم سون تالونجي او سول، مسرحين كيتسمشوا معرار معرار. لي حيطيست، لي حيطيست كاينين في الجزائر مع الدوله العثمانيه، هما كاينين لي حيطيست. واش الدوله اللي كانت سايبه كانوا فيها لي كوردو، لي بيزونتان، لي رومان، لي زارمينيان، لي غريك، لي افريكان، لي زغاب، لي كانوا في الجزائر حتى جات الدوله العثمانيه؟ ها شكون هو الجزائري اللي في الدوله العثمانيه؟ وشكون هو؟ شنو كاين من بعد الدوله العثمانيه؟ ضربت تماك 317 سنه وهي تستعبدهم وتخلق منهم العبيد، ها، والجيش الانكشاري. وجات لافرنس خرجوا بسهوله 317 سنه زيد لها 132 سنه، حتى لي فرونسي قال لك اودي ما بغيناش هذاك لو تيريتوار، ما بغيناش هذاك الشعب، il va souiller notre source notre source génétique 100% française. وهما تصيدو كيمشيو ليهم تال تما كتابين. اذا كنحييكم، والشعب المغربي عليه ان يفتخر بالاصاله ديالو، بالتكوينه ديالو، بالجينات ديالو، ولقد على الله بغاه باش داروا هكذا وعطاه هاد الارض. ومازال ربي غيزيد المغاربه خير على خير، لان المغاربه ما كيتعداوش. المغاربه خلاو كيما يمشيو كيبنيو، اللي بغاو ينسبوا ليهم اليوم المشور ومنصورة المارينيين والمدرس والشاطو ومسجد سيدي الحسن وسيدي ابراهيم وسيدي الحلوي وسيدي بومدين والحرطون ولا قادير، بغاو ينسبوها ليهم. الكذوب في التاريخ كاين غير في الجزائر، تاريخ واحد اخر راه كاين بلاصه اخرى اللي هو حقيقي في الذاكره ديال المغاربه وجميع المتاحف العالم، جميع مخزنات توت لي بيبليوتيك دو توت لي بويسونس اوكسيدونتال عندهم تاريخ المغرب. تبارك الله عليكم، على بروشين فيديو.